اسم حنان خالدي، مراقب مربي مرتفع بالمركز الوطني للتكوين الاطفالي. كانت اليوم كيبين على انه المندوبيه غادا كتقدم في هذا المجال ديال الامن ومجال ديال الانضباط ومجال ديال كل ما هو كيساعد على انه تكون المندوبيه في الاوج ديال العطاء ديالها. واليوم الذكرى التاسيسيه للمندوبيه اللي كانت من اجمل العروض اللي تقدمت اليوم، لانه كانت المجهودات مكثفه سواء على الصعيد الاداري، وكذا كانوا المتدربين كلهم متضامنين وقدموا احسن العروض، وهذا كيدل على انه سياسه المندوبيه هذا الافق وغتبقى ديما ان شاء الله متقدمه واستمراريه.